اليوم موجودة بمنزل الدكتور رؤوف أبو جابر وقاعدة هلأ مع الست مري زوجة أم زياد. أولاً نشكرك كتير على استضافتك لإلنا ولكاميرا حلوة يا دنيا، وبيتكم رائع ومبين فيه الدفء. تسلمي واهلا وسهلا دائما فيكم. اهلا وسهلا فيكي، وانا علقت لك على لون المناكير. قديش بحب اشوف هيك ست زيك حاطه لون مناكير احمر. وشو هالحلاوه هاي؟ هاد دائما مش بس عشان اليوم في تصوير، مزبوط؟ لا دائما انا بحب هذا اللون الاحمر، بلاقيه مبسوطه فيه. ان شاء الله دائما يا رب تضلك مبسوطه. يعني لا، احنا اليوم جايين لحتى هيك نتعرف اكثر من خلالك عن شخصيه الدكتور رؤوف ابو زياد. الناس كلها بتعرف قد ايه هو شخصيه مرموقة ومحبوبة، ويعني بكافة أرجاء المملكة. بدنا نحكي شوي عن الجانب الشخصي، يعني أبو زياد بالبيت أنتوا صلكم كنتي عم بتقولي لي 50 سنة متجوزين. تماما. شو يمكن الدرس اللي دايما بيحاول أبو زياد أنه ينقله لزياد ولمروان ولباسمة ولأحفاده كمان؟ أنه أول إشي لازم تحبوا بعضكم بعض، تحترموا بعضكم بعض، وامكم دايما ديروا بالكم عليها. يعني للأسف احنا هلأ بين الجيل الجديد، ما بدنا نعمم، بس كتير بنسمع عن حالات طلاق وبنسمع عن ناس تخانقوا وانفصال وغيره وغيراته. 50 سنة زواج ولسه فيه حب. انا لمسته، انا حسيته. طبعا. شو السر؟ قبل كل اشي المحبة لازم تكون دايما موجودة. ثانياً الاحترام. واحد لازم يحترم الثاني ويقدر ويحترم كلمة الثاني. ما بيصيرش إنه بس أنت تحكي وأنا أسمع أو فايس فيرسا. ما بيصير. الاثنين بدهم يحكوا وأنت بدك تسمعي وهو بده يسمع لي. هذا كتير كتير مهم. لساتك لابسه الدبله؟ معلوم. وابو زياد بيلبس دبلته ولا بيطلع بدونها؟ لا ما بيلبسها. بعدين خلص بطل يلبسها. ليش؟ عشان صار يخاف انه بدها توقع من ايده. بده يدير باله عليها. قال لي معليش. صدقتي المهم مش انه بتحجج. لا حرام. لا حرام. طيب لا ما ابو زياد قلال مثله. قلال اللي مثله. كيف تعرفتوا على بعض انت وابو زياد؟ كيف تعرفنا على بعض؟ كنا بحفله من الحفلات اللي نصيب وما بعرف شو. جيت انا وعم ببيع التذاكر، اجوا قالوا لي بيع. قلت لهم كل مره انا بدي ابيع. معليش بليز انت غير شكل، قومي بيعي. طيب حاضر. الله يرحمه الوالد قال لي قومي تعيشي، قومي قوام. هذه هي جمعيه حرام. اخذنا التذاكر بدينا. جيت لرؤوف قال لي شو اللي معك؟ قلت له تذاكر يا نصيب بدك. قال لي حطيهم هون. قلت له كيف يعني احط؟ قال لي حطيهم. اخذهم كلهم؟ اخذهم كلهم. لما قلت له اوكي، قال لي طيب روحي اقعدي محلك وانا هلا باجي بدفع. قلت له يلا بدك تدفع. ما كان بده يعذبك، هذا حبك من اول نظره. اجا دفع. بتذكر دفع بشك. قلت له ايش يعني الشك؟ قال لي هذا اللي اجاكي ولا ايش؟ قلت له لا، اللي بدك اياه مش الي انا. دفع الشك وقتها وصار هاللي صار النصيب. بس انتي انبهرتي. احنا بنحب الزلم الكريم. كائن بقى هو كمان كريم. هو كان بيقولوا انه وراء كل رجل عظيم امرأة، ويمكن هذا الحكي نسمعه مرات يتكرر كتير كتير، بس ما بيكون له وقع فعلا او له معنى في بعض المواقف. فيه بس فيها. من خلال حكي مع ابو زياد يعني هذا القول بينطبق كتير على علاقتكم، لانه كان عم بيقول لي انه يعني انت ضحيتي بفتره من الفترات لاجله وقعدتي بعمان مع باسمة الأولاد. مع الأولاد ومروان وزياد. وشجعتي أنه يروح يكمل دكتوراه بجامعة أكسفورد. تماما شجعته عشان كل الوقت هذا. هقول له رؤوف ليش تأخر؟ ما تروح. يقول لي كيف بدي أروح وأترك؟ قلت له شو بدك فيي أنا؟ شو يعني بدك؟ شو بده يصير علي؟ روح روح روح. راح والأولاد عندي كانوا دخلوا الجامعات، كانوا بالجامعة.
وانا دايري بالي عليهم وكل شيء. وهو يعني بدك تقولي افري اذر داي كنا نحكي مع بعض تليفونات على التليفون وكل شيء. والحمد لله من الاوائل في جامعه اوكسفورد كان دائما، يعني دائما ابو زياد من الاوائل. لا من الاوائل كان والحمد لله. ولما رحت وبتذكر تعرفي قاعده انا مع بقيه النسوان اللي قاعده، هذه ابنه وهذا اخوها وشو اسمه، بعدين بتطلعوا بقولوا لي دخلك انت مين؟ ابنك اللي عم بتخرج؟ طلعت هيك فيه قلت لهم لا جوزي. هاي بحفله التخريج باكسفورد. قالوا لي مين؟ قلت لهم زوجي. جوزي هاي بنسالوش اياها لساتها بدان انه عم بتخرج. هو عامل كتاب عن عائلتك. قال الصيقلي. انتماء اصيل في شمال فلسطين. شو حلو، كتير حلو. وهذا الكتاب عن عائلة أبو جابر. أبو جابر قصة عائلة. قصة عائلة. شاكرين لاستضافتك لإلنا، ونحترم يعني خصوصية بيتكم. وأنا الصراحة يعني كتير انبسطت إني تعرفت عليكي. معلش أبوسك. حبيبتي الله يخليكم ويطول عمركم. وهي إليك وهي ملبسة وملبسة الأياد. شكرا كتير لإلك ستي، ونشوفك أكيد. أهلين نروح نشرب القهوة إحنا هلأ.